جدا احنا جايين لعند مين؟ فوتي شنو؟ بابا اذا انت ما فهمت حالتي مين راح يفهمها؟ بابا يلا. بابا حبيبي شو صاير لوشك؟ رهف حبيبتي انا لازم ارتاح شوي، خلي جدك ياخذك وبعدين بيجيبك. كيف بدك يعني روح؟ يعني ما بدك تبوسني؟ حبيبتي انا صار معي حادث وشي صار بشع كتير، ما بدي اياكي تشوفيني لبين ما اتحسن. بس انا اشتقت لك كتير، انا رح خليك تتحسن بابا، ما تخليني روح. لو انا صار معي حادثة بوشي بتبطل تحبني؟ انتبهي يا بنتي انتبهي. معقول وجع ابي حبيبي يا ستي؟ بابا رسمت لك رسمة، طلع ايدك من هنيك وخذ الرسمة لتشوفها. انا ما رح اتركك مشان ما تفارقني. انت ورجيني اياها. البنت الصغيرة انت؟ ايه، وليلى بالنص وانت جنبها. بس تتحسن وتطيب انا وانت وليلى رح نروح نسافر على امريكا. ايه حبيبتي بنروح، بس هلا روحي على البيت وبس اتحسن رح اجي. لا بابا لا تكذب. شو يعني مفكرني اني رح اتركك؟ بابا. شو حبيبتي؟ تعرف انه انا شفتك بالمنام؟ امتى؟ وقت غبت عني، كنت بدك تبعتني على المدرسة وما كنت بدي. ايه انت هلأ كمان ما بدك تروح على المدرسة؟ انا رحت على المدرسة كتير، مليت من المدارس. اللي كيف يعني مليت؟ يعني تعبت. طيب وهي نمت منيح وارتحت؟ ايه مزبوط معك حق بابا، وانا كمان تعبت، خلينا نرتاح مع بعضنا. رح يرطوا لي ايدي مثلك مشان ما اضرب فيك بالليل وانا نايمة بجنبك. بابا قال له لعاكف يفك لي هي، بدي عاني ارهف شوي شوي وبعدين بنقوم. ايه يلا يا ابني. ارفع ايديك. ما معي سلاح، بدي اشوفه لعاكف. وقفوا. انت شو جابك لهون؟ انا جاي مشان احكي معكم. طلعت شو بدك تحكي لنا؟ كيف قتلت اخونا ميرساد؟ رح نحكي هون؟ طلعت شامل، هذا شو عم يعمل هون؟ انا اجيت مشان احكي معكم. انا ما في عندي كلام مع واحد خاين، خدوه وسلموه للمجلس. لك انتوا اخواتي بالسلاح، معقول تسلموني بدون ما تسمعوا لي؟ طلعت انت سمعت لميرساد قبل ما تقوصه براسه؟ يعني لو كنت أنا اللي قاتله كنت إجيت لهون؟ طيب مين اللي قتله؟ الشخص اللي قالكم إنه أنا اللي قتلته هو اللي قتله.
لا تفتري على الختيار الكبير. مفكر هيك رح تهرب من خيانتك؟ أنا إجيت مشان أكشف لكم الحقيقة يلي مخباية عنكم. ميرسات عرف بخيانة سنجر للمجلس وضحى بنفسه مشان يقدر يساعد مراد على مدار ليمسكه. روحوا انتو هلا بلحقهم. تسلمي لي يا بنتي الحلوة. أمي مريني يا روحي. تمشطي لي شعراتي؟ طبعا بمشطن يا حبيبة قلبي. كيف مراد؟ تعبان يا بنتي. بابا عمر أخذ رهف وفوتها لعنده. تحسن شوي وارتاح. منيح انكم خليتوه يشوف رهف ليتحسن شوي. وانتي كمان يا بنتي لازم تتحسني. خلينا كلنا نعيش مع بعض. ما في شي مراية امي؟ لو في شوية مكياج يمكن يجي مراد ويشوفني بلا ما يشوفني هيك. يا شباب انتوا ما عم تفهموا؟ طلعت عم يعمل حركات نفسية علينا. عند مين كان متخبي كل هاي الفترة؟ عند عبد الحي؟ وهنن بعتوا لعنا مشان يخلطوا الأمور علينا. وانت هذا يلي عم تعمله كمان حرب نفسية. كيف قدرت تحل كل هالألغاز بهي الفترة القصيرة؟ السؤال كيف قدروا يخترقونا ويفوتوا بيناتنا؟ عملوا عملية بالليل وشفناها، ووقت ما عاد في لهم مخرج بعتونا طلعت. يا شباب طلعت عم يقول انه الختيار الكبير خاين، وهذا الموضوع ما انه بسيط أبدا. والختيار الكبير القديم أصدر أمر بإعدامنا، وأنا وأرتي كان يمكن أعطينا قرار سريع ضد السيد عادل. بس أنا ما عم بفهم كيف تغيرت السياسة اللي طبق بهالسرعة هي. وأنا ما عم بفهم قضية محاولة اغتيال وزير الخارجية. طلعت عم يقول إنه تميران إجتوا أوامر من الختيار الكبير مباشرة، مو هيك عاكيف؟ أنت كنت هنيك وأنت حاولت تمنعه. شوفوا شباب، بالنسبة للختيارية ما رح يهمنا أي موقع، المهم عند الختيارية هو بقاء الأمة. الأمة دايما فوق كل شيء، شايفين بعيونكم أكتر واحد قدم لهم خدمات هو مراد على مدار، وبالأخير اعتبروه خاين. أنا ما عاد فيني يكون متأكدة من شيء. عاكف، الأصح أنه الختيار الكبير يقدر يجاوب على أسئلتنا. بعد ما تنتهي العملية رح ياخد كل واحد منكم الجواب على سؤاله. ماشي معلم، بس أنا في عندي طلب. طالما رح نضطر أنه ننتظر لآخر العملية، أنت كمان رح تخلي طلعت هون معنا وما بتبعته على القيادة لنكون كلنا سوا. وقت رح نسأل الختيار الكبير عن اللي ببالنا بدنا طلعت يكون معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي مراد بعت مع بابا عمر خبر نوصلكم إياه. قال إنه ما نتدخل ونهتم بشغلنا وبس، مو هيك خال؟ لا عابد،
قال خليهم يجهزوا حالهم لأني رح أطلع الليلة من هون. الحمد والشكر لك يا ربي. خلي مراد يطلع من هنيك ورح نشكره كلياتنا. كيف رح نطلعوا في عنكم خطة؟ خال ذو الفقار؟ أخونا قال رح يطلع فرح نطلعه لو شو ما صار. في شي أخبار عن الأستاذة؟ هي بخير والحمد لله، خلص تجاوزت مرحلة الخطر. الحمد لله. نعم سيدي. عاكف حضر لي حالك، في مجموعة جاي تأخذ مراد على مدار. سيدي إذا نحن منجيبه بيكون أحسن. تعمل اللي عم أقول لك. يا حضر حالك، ضيافتك بالمشفى خلصت، في مجموعة جاية تأخذك من هون. عاكف بدي تسمح لي اني اشوف ليلى قبل ما اروح من هون. كنت بعرف انك رح تجي. كيف صرتي؟ منيحة. كنت مفكر اني مدعية عامة بس بلا فايدة؟ لا تقولي هيك. قلت لحالك ما رح تقدر تخلص مني فقلت بقتلها وبخلص؟ ليلى شوف حبيبي، يا من موت سوا يا من عيش سوا. أنا آسف. ما تعتذر، وإلا معناتها أنت فعلا كنت بدك تقتلني. معقول هالحكي؟ أنا فيني ضحي فيكي؟ أنا كنت خايف أن يكون خسرتك. أنا دائما جنبك يا روحي. لأول مرة بحياتي فكرت أقتل حالي، ما كان بدي أعيش من دونك. وأنا ما فيني أصبر على فراقك مراد، ما تتركني لحالي. ما صدقت ولقيت حدا يحبني وأنا بهالحالة، معقول أتركه؟ شو سمحت لمراد يشوف الأستاذة ليلى؟ في فريق جاي بده ياخد مراد على مدار، بعد شوي رح يصل. عاكف نحن غلطانين شي؟ لا تبلشي انت كمان معي، نحن ملتزمين بالمجلس مو بالأشخاص. ليش قتلت تميران؟ انت جاي تحاسبيني باللي عملته؟ لا، انا جاي مشان اشرح لك شغلة. انت قتلت تميران لانك حسيته انه غلطان، كان عم يحاول يغتال وزير وانت منعته، وما كان بيهمك مين هو بهديك اللحظة ولا مع مين عم يشتغل. بالنسبة إلك اللي عم يعمله الختيار الكبير هو الصح. مراد على مدار، انتهت زيارتك، خلينا نروح. وانتو لوين رح تاخدوا مراد؟ ليلى لا تقلقي حبيبتي، رح روح لعند الطبيب لحتى يشوفوا الضمادات. مراد ما رح روح على مطرح، رح ارجع بعد شوي لعندك. احترامي، وصلت الفرقة يلي ناطرينها. ماشي. هلا
هلأ هدول جايين ياخذوا مراد على مدار؟ اي نعم. فاطمة خير شوفي؟ هدول وحدة إسرائيلية. عاكف فينا نحكي مع بعض شوي؟ هلا ما فيني احكي. عاكف لازم نحكي، الموضوع كتير مهم وحساس. انتو كملوا انا برجع. خير شوفي؟ انت عندك خبر انه رح نسلم مراد على مدار لمجموعة اسرائيلية؟ انت شو عم تحكي؟ يلي برا فرقة اسرائيلية جايين لياخدوا مراد على مدار. تعال معي انت رح تسلمنا مراد على مدار؟ انت اللي رح تستلمه؟ واضح انه مراد على مدار تعبك كتير، بس انا ما عندي وقت ضيعه معك. جيبوه بسرعة. واذا ما جبته؟ رح تتحمل النتائج. شوف كيف عم يحكي هالقليل الشرف. فوتوا لجوا. وانت كمان رح تستنى. عم نجهز مراد على مدار. عاكف تعرف كم عائلة فلسطينية بريئة قاتلها هذا الإسرائيلي الحقير؟ فاطمة بكفي أرجوكي. أي نورة، أنت رح تسلمي مراد على مدار للي يجو. حيدر أرتيكن أنتوا استنوا برا، ما تخلوا حدا يدخل لهم. قالوا لنا انه نسلمكم مراد على مدار. نعم. انت شو عم تحكي؟ شو في عابد؟ الإسرائيليين جايين على المشفى. هذا عديم الشرف سنجار بده يعطي المعلم لإسرائيل. Thank you.
بعرف وجع المحروق يا مراد علمدار. أنا شخصياً حرقت أشخاص كتير بفلسطين ولبنان. صريخهم وأنينهم لساته جوات أداني. شو احترقت حبالك الصوتية؟ ولا يمكن خجلان من صوتك ها؟ إجا وقت المورفين؟ عرفت إنك صرت مدمن عليه. ما بدك؟ ما رح تقدر تطول، بعد شوي رح تبوس رجلي لتاخده. هذا الشيء اللي صار أنا ما فيني أتحمله. ونحن كمان ما فينا نتحمله، بس هيك كانت الأوامر. وبمجال شغلنا ما في مجال للعاطفة بنوم. ما في مجال للعاطفة بشغلنا؟ اللي ليش عاكف ما سلم مراد للإسرائيليين بإيديه؟ أنا مليت من الحكي مع حالي. بينك وبين مراد علمدار تار قديم بدك تخلصه. جرب أنت يمكن يحكي. مراد علمدار مثل كل الأتراك عنيد. إذا قلت له احكي رح يقطع لسانه مشان ما يحكي، وإذا قلت له سكوت ما حيسكت لنوصل على إسرائيل. الوجعية اللي دوقتني إياه رح دوقك إياه أكثر بألف مرة. شيل لي عن وشه لهالندل، بدي مد عيني وشوف الخوف يلي بعيونه. مراد علمدار قتل بما فيه الكفاية من الصهاينة. قلت لحالي خليني اجي بداله. شوفوا يا رفقاتي، شو ما صار مراد علمدار كان واحد منا. انا ما بعرفكم، بس بدي اعرف نحن باي مبرر بدنا نسلمه للصهاينة. العاكف بس تخلص العملية رح يخلينا نلتقي الختيار الكبير، وقتها بتروحي بتسألي لحالك وبتفهمي منه. طيب عاكف وينه؟ عاكف مانو هون. كيف شو عم تعمل؟ شو بدك بهالشغلة؟ هنن بدهن ياني ما بدهن ياك. مزبوط يا عاكف. عاكف أنا ما رح أسمح لك تدفع ثمن أخطائي. أنا بدي أدفع ثمن غلطي أخي مراد. عملت أكبر غلط بحياتي إني وثقت بسنجر. هذا الغلط مو بس أنت اللي وقعت فيه، كلياتنا وقعنا بنفس الغلط. الختيار الكبير بحد ذاته ما عارف شو يلي عم يعملوا سنجر. معلم إذا أخذوك الإسرائيلية رح يقتلوك وما رح تنفذ. أنا إذا عشت بهذا الوضع أو متت فما رح تفرق. أنت لساتك بأول الطريق، عندك كتير شغلات تعملها.
هذا قراري وأنا رح أقدر أعمل شغلي بهذا الطريق. لفيلي رأسي وكلبشي لي إيدي. عاكف، طالما بتعرف إنه الإسرائيلية ما رح يخلوا مراد عايش معناها ما رح يخلوك عايش. أي نورة، عملي شو حكيت. عاكف، أنا مستحيل سلمك إلهم. رح تسلميني؟ لا تطلب مني هذا الشيء. إذا كنتي بتحبيني شوي ساعديني مشان كفر عن أغلاطي. ما رح أقدر أعيش وعم يعذبني ضميري. كيف قرر عاكف يعمل هالشي وما استشارنا؟ عاكف عمل اللي كان لازم يعمله. أنا لو كنت محله بدل ما أعيش كل عمري وعم يعذبني ضميري بساوي واجبي وبرتاح. رح نخبر الختيار الكبير باللي صار؟ لو بلغنا الختيار الكبير باللي صار بيكون عاكف ضحى بحاله كرمال ولا شي. الشي اللي ما عم أفهمه، ليش عاكف غير قراره بهي السرعة مع أنه قرر ما يسمع لطلعت ولا يرد عليه؟ أنا بالنسبة إلي في شغلة واحدة لازم نعملها، نطالع مراد على مدار من هون ونبعته على مكان آمن. عاكف عمل يلي اختاره وقرر يوقف مؤامرة الخاين. أنا ما راح أترك عاكف بين إيدينا لأندال هدول. الخيار راح يكون لألكن. سيدي ليش لحتى نخليه عايش؟ خلينا نقوصه براسه. أنا ما في عندي موت سهل ليا اللي بيتجرع ويلعب معي. طالما هو حط حاله محل مراد على مدار، لبين ما نمسك على مدار رح يعاني هو التعذيب تبعه. فوت. ادخل. سيدي اتصل معنا حيدر من تشكيل الأمن القومي وقال في مستجدات كتير مهمة وبده يحكي معك ضروري. اللي شو في عندك حيدر؟ سيدي، عاكف ما سلم مراد للإسرائيليين مثل ما أمرت. انت شو عم تحكي؟ حط حاله مكان مراد على مدار مشان يكسبوا الوقت، وكل المجموعة هلأ عم تشتغل مع مراد على مدار. انت كمان بدك تتحرك مع مراد على مدار. عفواً، ما فهمت سيدي. رح تعمل حالك عم تشتغل معه مثل الباقيين، كأنك مع كل المجموعة هلأ، وبس تلاقي الفرصة مناسبة تقطع رأسه وبتبعت لي إياه. سيدي، هذا هو الوقت المناسب، لازم ننهي هذا الشيء قبل ما يطلع من هون. أنا رح أعطي التعليمات الضرورية للفرقة اللي ناطرة برا. أنت انتبه منيح ولا تكشف حالك. تحت أمرك سيدي. حاضر سيدي. طلعت انت منيح؟ انا منيح معلم. اي نورة شرحت لي كل شيء، لازم نروح ننقذ عاكف. اكيد رح ننقذه.
سنجر كشفنا. اهتموا بليلى انتو. معلم هاي مسدس عاكف. معلم انا رح احكي مع قائد المجموعه. ما رح تستفيد اذا اخذين اوامر مباشره من سنجر، ما رح يردوا عليك. طيب شو رح نعمل؟ فاطمه اينوره طلعوا وحده ورا الثانيه. رح نطلع من هون، واذا لزم الامر ما في غير انه نقبس عليهم. بس ديروا بالكم ما بدنا نقتل حدا. يلا عشر واحد. معلم الباقي رح يلفوا من ورانا. شامل أرتيكل طلعت لأقول لهم. حاضر. ساعد الشباب، انتوا طلعوا ليلى. معلم انا رح طلع البنات ولحاك. ما في داعي، انت طلع ليلى وبيكفي. معلم أرتكل ساعد رفيقك. رح نطلع الأستاذة ليلى، أمن الباب. ايه ماشي. مراد على مدار جوا. منشان خليكي توقفي على رجليكي وقفنا المستشفى كله على رجل واحدة. كلمة حلوة منك كانت بتكفي لتخليني امشي وارقص. انتو شو عم تعملوا هون يا شباب؟ معلم اتصل عاكف وقال إنه الإسرائيليين جايين ياخدوك، وقال بعطيهم روحي وما بعطيهم إياه، وقال تعالوا خدوه من المشفى. أخي ذو الفقار، عم تبكي من الفرحة لأنك شفتني؟
ولا عم تبكي على هاي الحالة اللي شفتي فيها؟ الأسد حتى لو انجرح بضل أسد. الحمد لله شفتك واقف على رجليك. خلص ما عاد نسكت لحدا مين ما كان يكون. عابد لازم نطلع من هون بسرعة وبشرح لكم على الطريق. فاطمة وأينورة بيروحوا مع ليلى وشامل على المستشفى اللي لقلنا. عابد اتصل مع حسني مشان يجهز حاله. حاضر معلم. معلم إذا بتسمح بدي إجي معكم مشان أنقذ عاكف. أنا بروح مع شامل معلم. لا تقلق أخي مراد، رح نبعت شبابنا كمان. كل يلي صار هو مخطط سنجر؟ ايه بالضبط، هو عم يلعب فيك من البداية. يلي بيشوف حجمك بفكرك رجال عن جد. ضرب مثل الرجال. اتصل لي بسنجر. انت عم تضربه بدل ما يتخدر مخه، عم يتخدر مخك إلك. لو كانت هي خطة سنجر كان راح يحكي هيك؟ صاير معك في مشاكل؟ سيدي كلهم قبلوا الظرف بكل احترام وما في أي مشكلة. كان عمل كبير يا متى، من هلأ ورايح ما في حدا راح يوقف بطريقنا. سيدي فيني اسألك شو الشي اللي بدك اياه مني للمستقبل؟ من هلا ورايح رح تكون نائبي يا متى. سلامتي وسلامة المجلس رح تكون أمانة بين ايديك يا متى. يلا بلش جهز مجموعتك. انا رح اعمل جهدي سيدي مشان كون بمحل الثقة اللي عطيتني اياها. وظيفتك الأولى كنائب إلي إنك رح تهتم بالسيد عادل. روح مطرح ما هو موجود وإنهي أمره فورا. أنا تحت أمرك سيدي. أنا عرفت يلي صار يا يعقوب ورح أعمل لازم ما تقلق. الصبيان عندي ما عم يصدقوك. بدك إياني صدقك؟ هذا الخاين اللي عندك بدي تعطيني إياه. أنا ما بيهمني الخاين تبعك سنجر. الدور الجاي حيكون على مراد علمدار وعليك أنت. اسمع متى، لازم هذا يعقوب ما يطلع من تركيا. بدي اياك تتصل بحيدر فورا، بس انتبه منيح، لازم ما ينكشف لحدا. سيدي والسيد عادل؟ تركنا من عادل هلا. يعني يعقوب اذا طلع عايش من تركيا اسرائيل وامريكا اكيد رح يجوا لعنا لهون. سيدي انا علاقتي مع امريكا منيحه وبعرف شو الطريقة اللي فيني اقنعهم فيها. متى اذا لعبان بوكر مع كم ضابط بالسي اي اي بدك ياني خاطر باستراتيجيتنا نفوت معهم بالواسطة؟ هدول اللي بتلعب معهم بوكر بس يسمعوا باسم يعقوب رح يوقفوا احترام. معلم نحن شو قلنا شغل مع الأستاذ؟
عبد الحي، في شخص بيمنع هدول من السفر برات البلد غير الأستاذ؟ معلم، أكيد سنجر قدر يحط عملاءه بكل الدولة، كل الاستخبارات صارت بيده. شو صار معه؟ انتبه لك ابني، هاي ثروة قومية. معلم اجت كبسة، ليك الحكومة اجت لعنا. الحكومة عم تستغل كرمالنا، ما تخاف، ريح أعصابك، الديمقراطية بتخليك مرتاح، الدولة بتذل عند بيتك. يلا سيلون على الأرض، سيلون. حاضر خالي. كارا بكفي، الزلمة رح يروح فيها. ولو يا سيد أشرف، معقولة عم تقلي ما عذب متى وما عذب هاد كمان؟ كيف رح نقدر نلاقي الختيار الكبير؟ يلا يا ابني احكي له، بدل ما تتعذب هون لبكرة الصبح قل له خلصنا. وين حاطين السيد عادل؟ أنا ما بعرف. لك حبيب قلبي، ما تعلمتوا تحترموا الكبير وتحموه؟ أنت بدك ياني جيب معلمك متى وانزل فيه ضرب العصاية ولا شو؟ طيب مثل ما بدك يا ابني، رح اشحط معلمك. متى شو هالاخلاق يلي مربي عليها رجالك؟ ها؟ متى بعرف خدماتك وتضحياتك للدولة وبعرف قديشك مخلص إلها، بس الشخص اللي عم تخدمه هو أكبر خاين للدولة. بالنسبة للختيار الكبير أنتو كمان أكبر خونة. كيف بتعرف الخاين من اللي مانو خاين يا متى؟ تعرفه بأعماله. أنت من أكتر الناس بتركيا بتعرف شو هي مشكلة الإرهاب عنا. كيف بتشوف استراتيجية سنجر ليضرب سياسة الانفتاح والمصالحة اللي بلشنا فيها؟ هي مو اسمها خيانة يا متى؟ كل واحد له أسلوبه. واحد بده ينهي المشكلة كلها بالحرب، وغيره بده يتفاوض. إذا كانت بتنتهي بالحرب، أنتوا سبق وحاربتوا كتير، قدرتوا تنهوا الأزمة؟ سيد أشرف، لا تتعب حالك بالحكي. متى ليك أخي، أنت بتعرفني وبتعرف إني ما بحبك، وأنت كمان ما بتحبني. بس يا متى، الزلمة باعك ببلاش، باعك، عطاني اياك طعم، ها؟ لك نحن ما نجاج، إذا أنت قبلان أنك تكون دودة فما في أي مشكلة عنا. أنا رح روح وأعصر عزيز وخليه يحكي يا متى.